السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل الناس اللي هتتفرج على الفيديو ده، عشان الفيديو ده اكيد هيتعاد الناس تتفرج عليه تاني، يعني او اللايف ده هي الناس هتتفرج عليه تاني بعد ما يخلص. خلينا بس نرحب بالناس سريعا كده اللي هتخش معانا، وبعد كده ايه نبتدي نتكلم في اللي حاصل في شأن المصري اللي داخل اليومين دول كده في زوبعة ملهاش اي لازمة، وانا شايف ان احنا بنتجرب في حتت كده ما لهاش اي 30 معنى. يعني طبعا كل كلامي على الرياضه، مش على حاجه تانية. الو ورحمه الله وبركاته، احلى مساء عليك يا كبير يوسف باشا، يا مساء الفل عليك يا محمود باشا. طيب طالما انت الناس موجوده وهتبتدي ايه تنادي لبعضها، يا كابتن انت لسه انا في حاليا في المطبخ في البيت شويه كده قدامي ساعه واروح التمرين. المهم عشان بس دماغنا ما تتوهش، اللايف المره دي انا طالع بس شادد في سيكه كده، يعني عشان انا شايف ان احنا عمالين بنتشد في حته كده مش شايف لها لازمه، وده اللي كان بيحصل في الفتره اللي هي اللي فاتت، فاحنا هنرجع له تاني. موضوع انا بتكلم على موضوع اولمبيا في مصر، شاف ابتدت تحصل صراعات واطراف يخش ده يقول لك احنا موافقين ان اولمبيا تتعمل في مصر، وده يقول لك احنا مش موافقين ان اولمبيا تتعمل في مصر. ايا كان الطرفين اللي بيتكلموا حاليا دلوقتي على النت، محدش دافع حاجه من جيبه، محدش خسران، مش فاهمين. بس الناس الخسرانه بجد، خسرانه بجد اسلام قرطاب، هو الشخص الوحيد اللي هيبقى خسران، او هو الشخص الوحيد اللي هيبقى مضرور. انا ما بتكلمش عن اسلام قرطاب، الحمد لله ما بشتغلش معاه، ما تاخدش منه اي اجور، ما اللي بتربطني ما بيني وما بينه اخوه ليس اكثر يعني. بس انا بتكلم في كلمه حق، البني ادم ده الوحيد اللي هيتضر، البني ادم ده الوحيد اللي دفع من جيبه كتير جدا عشان خاطر يخلي الناس يبقى عندها حلم انها تقف على اولمبيا، وفي نفس الوقت يبقى عندها ايه مفيش هم او حاجه تشغل البال ان اروح اجيب فيزا او اجيب جواب مش عارف منين عشان يدوني الفيزا، او اروح اجيب بنك ستيتمنت اللي هو التفصيل البنكي ده عشان خاطر يشوفوا ان رصيدي في البنك، واروح استلف من عمي ولا خالي عشان احط فلوس في البنك، اروح اضحك على السفاره بيها واقول ان انا معايا فلوس عشان خاطر يدوني الفيزا والكلام ده. اسلام قرطاب ملخص المواضيع دي كلها وقام جايب اولمبيا مصر. يلا انتوا هي دي يعني دي اللي عجبكوا، دي اللي عايزينها يا مصريين من الاخر كده، يعني هي اولمبيا بالنسبه لكم الحلم؟ طب يلا بينا خدوا اولمبيا في مصر، ومش خدوا اولمبيا في مصر 2020 2020 21 و22 و23. انا معايا صوره العقد، انا كنت موجود وحاضر هناك الاتفاقات الاولانيه بتاعه اولمبيا في مصر. صباح الفل محمود يا نجم، معلش انا اسف، مركز بس في اللي انا بقوله عشان دماغي ما تتوهش. انا اسف يا نجم حبيبي، محترف بتاعنا محمود نجم. فانا شايف من وجهه نظري ان الصراع اللي داير ده هبش ملوش اي 30 لازمه، دي بطوله خاصه زي اي بطولات خاصه بتتلعب في مصر، بطوله احمد علي من البطولات الناجحه في مصر، وملهاش حاجه، محدش بيهاجمها عشان محدش يقدر يهاجمها. ليه؟ لان بطوله قويه، بطوله بتفيد اللاعب، بتديله فلوس. اولمبيا لما تتلعب في مصر محدش عارف ايه اللي هيحصل، بس احنا يعني مش احنا، انا بكلم احنا، انا عشان انا عندي اسلام بيكلمني بيحكي لي بيقول لي هيعمل ايه، فانا عندي خلفيه ايه اللي هيحصل في اولمبيا. يقعد يقول لك الناس هتدفع اشتراكات ومش عارف هيضحك عليها ومش عارف ايه، مفيش حاجه. اسلام قرطاب مش محتاج يضحك على حد، جدعان عنده شركه بترول، مش محتاج يضحك على حد. انت مستوى خيالك موديك لفين؟ انت مش فاهم حاجه. انا مش عايز اتكلم عن امكانيات اسلام قرطاب عشان ما حدش يفتكر ان انا بفخم فيه، انا ما بفخمش فيه، هو صديقي وانا اعرف تفاصيل حياته، بس انا شايف ان اللي بيحصل ده عيب مش صح. انت بتهاجم مين يا عم؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتدمر حاجه انا نفسي كشخصان كهاني سعيد حياتي كلها عشان اعمل الموضوع ده، ويوم لما يجي الحلم انه هيتنفذ في مصر وحلم هيحصل بقى اللي هو من انا كنت بحارب فيه من 2016، تيجي تقول لي لا مش هتتلعب؟ انت مين يا عم عشان تقول لي لا؟ انت مين؟ ايا كان اللي بيتكلم، وهنلعب نفس اللعبه تاني. صاحب القرار او صانع القرار ما بيتكلمش، بيصدر ناس تتكلم، يقعد يقول لك بقى احنا اعلاميين،
احنا مش عارف ايه، وهم اصلا خريج دبلوم ومحدش معاه فيهم اصلا شهاده، واللي يتكلم هو مش فاهم اي كلام هو بيقوله اصلا، وما بيعرفش يتكلموا كلمتين على بعض، وناس كانت بتطلع تسقف في حتت، وناس بتخلص مشروعها ولا كلمتينها اللي بتطلع تتقالوا على النت بوجبه. انا الحمد لله لا حد بيديني ولا حد يعرف يديني اصلا. انا صارف على اللعبه دي من زمان الزمان، واللي ما يعرفنيش خش بص على اليوتيوب كده، اكتب على اليوتيوب واعرف انا مين، اكتب هاني بنك كده على جوجل وانت تعرف مين هاني بنك. ده مش غرور، انا بفهمك بس عشان دماغك تبقى مترتبه معايا. اللي يقول لك انا الاعلامي مش عارف انا بتكلم ايه ولا مش عارف ايه، مفيش حد فيهم اصلا معاه شهاده، واللي معاه شهاده هتبقى دبلوم ولا مش عارف ايه. ففكك، احنا عايزين صانع القرار بقى يطلع يقول لنا اولمبيا ما تتعملش في مصر ليه. هو ده بقى انا ده صانع القرار بالنسبه لي، يطلع يتكلم نعرف نتناقش وناخد وندي مع بعض، نفهم احنا يا عم صغيرين وهم الكبار، نفهم بقى الكبار بتفكر ازاي، فنبتدي ندور على حلول. لكن تخش تكتب مقال تقول ان الناس هيتضحك عليها والناس هتتحبس وناس هتتمنع من السفر وناس هتتشطب من الاتحاد، اتحاد مين يا ابو سلامات يا ابو اتحاد؟ والنبي الله يرضى عليك، انا لما بتشوفوني بتصور مع استاذ سامي بشير ولا بتصور مع دكتور عادل فهيم وليهم كل الاحترام والتقدير، ده تقديرا مني للاشخاص دي انها تعبت جابت لنا 13 اول عالم على التوالي. الناس دي ليها تاريخ لازم تنحني قصاده. لكن لما تيجي على حلمي انا ما بنحنيش لحد، مش عشان انا زيع اولمبيا، انا ما ينفعش زيع اولمبيا، لها طقوس، ما ينفعش هاني بنكي زيع اولمبيا، لها استراتيجي وطقوس، ما ينفعش هاني يجي جنبها خالص عشان ما حدش يفتكر ان انا بعمل كده لنفسي خالص. اولمبيا ليها طقوس، وممكن بابس سيرلو او شون راي هما اللي يذيعوا. موضوع بقى ان هما يحركوا الجمهور مش بتاعتنا بقى خلاص، هو عرف يحرك الجمهور هلا وغلا، ما عرفش خلاص، دي قصه تانيه. بس انا بتكلم في نقطه، انت طالع مطلع ناس تتكلم وتهاجم بلا قيمه. احنا عايزين رئيس الاتحاد يقول انا مش هعمل في اولمبيا عشان خاطر واحد اتنين تلاته، عشان اولمبيا دي يا عم جايبه مخدرات، اولمبيا دي هتبيع الوهم للعيال، اولمبيا دي مش عارف ايه. يا عم بطوله خاصه زي بطوله بالانس، ما هي بطوله ناجحه زي ما بطوله احمد علي هي بطوله ناجحه، زي بطولات المنصوره كلها بطولات ناجحه ما عدا بطوله واحده في المنصوره فشل. ما حدش يقول لي اسمع عشان مش هقول، انتوا عارفين اللي حصل فيها الضرب واللي اسمه ايه سامح عقل دماغه اتفتحت فيها. افشل بطوله في العالم ما تتعملش تاني خالص، وصاحبها ما يشوفش بطولات. انا ما بحبش اجي على حد بس هو شخصيه فاشله. انا بص انا طالع المره دي اتكلم بقى على الفشل بجد والنجاح بجد. فاللي طالع يقول ان اولمبيا وهم ومش عارف هتسوح الناس وهتتمنع، وزي وافتكروا لما الناس زي ما جاب سيره بيت جلال بنفسه. انت تعرف تصور مع بيت جلال اصلا؟ تعرف يعني انت اللي جبت سيره بيت جلال تعرف تاخد جنبه صوره؟ هو بس السؤال، انت تعرف تقف جنبه تاخد صوره؟ تعرف تصور معاه؟ تعرف بس يبقى في كلام ما بينك وما بينه؟ وتشبه التشبيه اللي هو البعيد ده اللي بتلمح على فوده، انت تعرف تقف جنب فوده؟ يلي انت بتتكلم على فوده، انت عارف تقف جنب فوده؟ انت عارف فوده ده واصل لمين؟ بيعمل ايه؟ انا مش فاهم. بطلوا اللعبه بتاعت زمان تكرر تاني، ان الناس الكبار لما يتخانقوا يقوموا مصدرين الصغيرين لبعض، وتحصل حرب بقى تفضل تخبطات، ونفضل بقى ايه نتوه في عقول البشر. ملناش دعوه. اولمبيا حد شايف ان فيها ضرر لما تحصل في بطوله زي اي بطوله؟ زي بطوله احمد علي، بطوله احمد علي هتحصل في نفس الشهر 26 و27 3، وانا اللي بذيع بطوله احمد علي ولا الشرف طبعا، لان بطوله احمد علي هي اللي كان ليها فضل عليا ان انا بقى ليها اسم اصلا جوه مصر. بس دي حاجه تضايق، حاجه تنرفز، توصل الناس انها تخرج عن شعورها وتخلي انت ليه بتخليني تطلع اتكلم بالمنظر ده وتقول انا اعلامي، واحد تاني ياخد لي جايزه يقول لي انا جاي انا الاعلامي الاول. اعلامي الاول ايه؟ انت دارس ايه اصلا عشان تقول اعلامي؟ هو انت خريج خريج ميديا اسمها ايه بالعربي اسمها ايه؟ خريج اعلام. هو كل من واحد ربنا وفقه جاب حته كاميرا زي ما انا عملت في البدايات، وجاب حته مايك، قال على نفسه مذيع، وقال على نفسه بقى ميديا وبتاع ومش عارف ايه وشاطر. يا عم انا افشل واحد في العالم، لا بقول على نفسي اعلامي، ولا عمري في حياتي قلت على نفسي اعلامي، ولا عمري في حياتي
كنت بفتخر واقول ان انا عملت وسويت عمري في حياتي. لا بعد انزل بقى هاشتاجات انا اجمد واحد في مصر وانا نمبر 1 مش عارف لايف ايه وانا مش عارف ايه ولا اي حاجه. هاتني في نقاش مع حد منهم اللي بيقولوا كل الكلام ده كده ورب الكعبه لا يبقى قد كده قدامي. انا بجد مش مصدق اللي بيحصل. يعني صفحات وتخش تضارب في افكار الاطفال اللعيبه، اسف مش الاطفال اللعيبه، وتبوظ لنا عقول الناس اللي لسه طالعه جديد. يقول لك لا ما في حد بيقول لي فكك منهم، لا ما ينفعش افكني منهم، ما هو ده دوري بقى. ما انا تعبت من 2014 وانا بنادي ان يبقى عندنا حلم مصري يا عم نشتغل عليه. يطلع لي واحد ملوش اي 30 لازمه وصفحه فيها في 40,000 يقعد يقول لك لا واولمبيا لا، ده 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 جنان، ده جنان، تخلف تخلف تخلف، بندفن راسنا في الرمل. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا نجم، انا مش عايز يبقى حد، انا مش نجم، انا عارف ان انت رايك من رايي وهتطلع تنفعل، فانا مش عايز اشيل حد الشيله مش بتاعته. انا طالع مسؤول عن كلامي عشان يوم لما انا لا لاعب ولا حد يعرف ياذيني ولا حد يعرف يجي عليا. يعني انا مش واخد حاجه من لعبه كمال الاجسام، مش واخد منها حاجه، فمحدش يعرف ياذيني. فانا مش عايزك يا محمود يا نجم تخش في حاجه مالكش دعوه بيها اصلا. انت لاعب محترف بنفتخر بيك ان انت بتشرفنا على المسارح العالميه، وربنا يوفقك لو هتلعب بطوله احمد علي في المحترفين اللي هو الفئه المحترفين اللي احمد علي عاملها، ربنا يوفقك فيه. لو ما عندناش احمد علي وما عندناش اسلام كورتام وما عندناش محمد عصب وما عندناش رجاله المنصوره ما عدا شخص، احنا نعمل ايه؟ نبطل اللعبه؟ نقف نتفرج على الناس واحنا بلد الجينات؟ احنا لما بنخش كل بطوله، صين، اوكرانيا، يابان، هند، امريكا، للي بنكسب، ما يبقاش عندنا بطوله جامده نفتخر بيها؟ هي الدوله الثانيه احسن مننا؟ يعني الدوله الثانيه بريشه واحنا من غير ريشه يعني، ولا مش فاهم؟ والمشكله ان اللي بيبوظ وبيدمر الحق هم مصريين، اللي ينقطك ان هم مصريين. واحد بيقول لي اول مره اشوفك متنرفز، ما انت مش فاهم، انا من 2014 وانا ده حلم حياتي، فحد بيدمره لي فاكيد انا مش هسكت. يعني داخل كاتب لي مقال قد كده يقول لك اللعيبه اصلها اتوقفت، وانت شفت اللعيبه دي لعبت تاني في مصر؟ لا اللعيبه ما بتلعبش في مصر عشان اللعيبه دي محترفين بيلعبوا على المسارح، انت ما تحلمش تروح جنبها. انا بقى بحط ايدي على مسرح اولمبيا بتاع فيجاس، انا بخش باك ستيج بتاع اولمبيا بتاع فيجاس، انت بتعمل ايه؟ انت كبيرك بتروح تصور او بتطلع تقول وحد يترجم لك هندي في الترجمة بتاعته مش فاهم حاجة، وبتقوله معلومات غلط وبتقوله حاجات زفت غلط. ارحمونا بقى يا جدعان، نفسنا نعيش بقى صح مرة في حياتنا. يعني مش عمرها ما كده، سيبونا نمشي مرة واحدة ولو صح. لو اسلام كورتام بجرة قلم قال لك لا خلاص مش عايزها بلاها، هو مش خسران حاجة. ايه يعني صرف ايه؟ صرف 10 مليون جنيه في داهية. بقول لك عامل شركة بترول في داهية، في داهية، في داهية. احنا اللي اتضرينا، حلمنا هو اللي باظ. واحد زي واحد زي محمد كمال، واحد زي اللعيبة اللي نفسها تقف. افهم بقى الكلمة دي، في لعيبة نفسها تقف على مسرح اولمبيا ومعاها جمهورها المصري، معاها اخواته، معاها قرايبه، مع همه، مع ابوه، مع يشوفوه وهو واقف منور. لما بنسافر بره بنبقى يعني ما بنصدق نلم بعض كده عشان نعمل اي زيطه بس للاعب اللي على المسرح عشان نديله الثقه في نفسه. هو جامد يكسب بعضلاته، بس في ناس بتتهز من الموقف. واغلبكم اللي واقف جنبي على مسرح وانا شغال هيفهم اللي انا بقوله. في لعيبه بعينها من الناشئين بيبقوا مطلعين على المسرح اللعيب شكله جامد بس هو مهزوز، لا عارف يضرب وضع صح ولا عارف يبص للحكم ولا عارف يتعامل، بيبقى واقف خايف. انا بعمل ايه؟ بقوم رايح له بلمحهم، انا ببص على اللاين عامل ازاي. في عيال بتبقى الله اكبر عليها مش محتاجه اللي ما تجيش جنبها. في لعيبه تانية يعني بيبقى طالع من الرهبه خايف، فبروح افكه، اهزر معاه، اشده،
اقول رقمه بصوت عالي ابق فيه الثقه تاني، يبتدي يسخن يطلع احلى ما عنده على المسرح. واحنا واقفين بره محدش بيعمل معانا كده، لا هاني بنك موجود ولا في جمهور يعرفنا ولا حد عامل لنا حاجه. فلو اللعيب بتاعنا اتهز راح. لما يبقى عندنا بقى ان احنا فرصه نجيب اولمبيا مصر ونبقى بعزوتنا وبناسنا وبمجهودنا وبعضلاتنا، ونقول الشو الرئيسي بتاع لاس فيجاس شوف المصريين عاملين ازاي وشوف العدد عامل ازاي، اقسم بالله للشو الرئيسي بتاع المحترفين اولمبيا لو شاف اولمبيا بتنظمها اللي هيحصل في مصر ده، للشو ده هيتنقل في مصر ويبقى عندنا مصر هي اللي بتنظم الشو الاساسي بتاع فيجاس اللي هو بتاع المحترفين اللي بيلعب فيه رامي، بيلعب فيه في الهيس، وبيلعب فيه كاي جرين، والناس دي كلها تجينا احنا. بلدنا سهلة، بلدنا كبيرة، بلدنا فيها عدد، بلدنا فيها مناظر سياحية جامدة، بلدنا فيها حاجات حلوة قوي. يا عم خلينا نشتغل، يا عم ابوس ايديكم خلينا نشتغل. انا تعبت، انا ما شفتش كمية احباط بالمنظر ده، انا ما شفتش ناس هدامة بتهدم بالمنظر ده لمجرد انه ياخد له 200 جنيه او ياخد له وجبة. بيفرحوا بالمسارح اللي بيطلعونا بيها على صناديق الزبالة في التل الكبير. المسرح ده بالنسبة له ده مسرح عالمي. واللي مش فاهم قصدي يروح يتفرج على اليوتيوب عندي يشوف الفيديوهات بتاعتي. ارحمونا، ابوس ايديكم يا صناع القرار، ما تخلوش بقى صغيرة تتكلم، خلي بقى الكبير يخش يقول لنا، يعمل فيديو يطلع كده لايف يقول بوم 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 بوم، انا مش هعمل اولمبيا عشان خاطر دول كلهم. ساعتها بقى احنا نعمل ايه؟ صاحب القرار في اولمبيا بقى يعمل ايه؟ مش اولمبيا لبره، اولمبيا مصر اللي هو اسلام كرطام، يعني يعمل ايه؟ يبتدي يقول اه طب انا عندي نقطه واحد انا اعرف اتناقش فيها، نقطه اتنين طب نعرف نعمل مش عارف ايه، نقطه تلاته انا طب نعرف نقرب، طب نعرف نتصرف، طب نعرف نعمل حاجه. لكن لا لمجرد اللا دي بلطجه، دي بلطجه، وانا ما بحبش البلطجه، ما بحبش حد يتبلطج عليا. خاطب دماغي وعقلي وانا ابقى 100 فل و19 معاك وامشي تحت طوعك. لكن تقول لي عشان انا خاضع للاتحاد تاني وانا جاب مع الاتحاد تاني بيعمليش حاجه. اسلام قرطان بيعمل لمصر، بيعمل للعيبه، الاتحاد تاني بيعمليش حاجه، الاتحاد تاني بيوقف اللعيبه بيطلب منهم تحليل منشطات، وانتوا عارفين ان اللعبه دي قائمه على المنشطات، واللي يقول غير كده يبقى كذاب وبيدفن نار دماغه في الرمل. بننصح بقى ما بننصحش مش مشكلتنا، اللعبه دي زيها زي اي شغلانه، الراجل اللي بيطلع يشيل قصعه المونه ويقف على سقاله ويمحر وجهه عماره هو عارف انه ممكن رجله تفلت وينزل ميت. هي نفس الشغلانه. ده بيتقاضى اجر وده بيتقاضى اجر، وده موافق على خطوره الموقف وده موافق على خطوره الموقف. ابوس ايديكم ارحمونا. سلام عليكم.